الحالات الحرجة عموما في أمراض القلب لما يكون هناك ألم شديد في الصدر مع عسرة وطبقة مصاحب له تعرق أو يعني إحساس وغممان بالغممان النفس أو الترجيع، لما يكون في نهجان غير طبيعي بيجي مرة واحدة البني آدم مش قادر يلقط نفسه، فده أحد الحاجات المهمة اللي بد من التوجه إلى الاستقبال. الحاجات الآلام الصدرية المنتشرة ما بين الصدر والبطن، كل دي حاجات ممكن تكون لها تشخيصات قلبية فعلاً حرجة، وممكن الدقائق بل الساعات الأولى من خلال اللي بتعمل في المستشفى والإسعافات اللي بتتم، سواء الذهاب بمريض جلطة الشريان التاجي إلى أوضة القسطرة القلبية لفتح الشريان، شريان الجلطة الرئوية اللي مصاحبة بنهجان شديد، إن احنا ندي مذيبات أو نروح لأوضة القسطرة عشان نفتح الشريان الرئوي، تمزق الشريان الأورطي له جراحاته وعلاجاته، وكمان حاجات كتيرة في القلب بتتلحق في الدقائق الأولى. طبيب القلب المتمرس عارف خطوات التشخيص السريعة وعارف خطوات العلاج اللي بتقدم في الساعات بل في الدقائق الأولى لإنقاذ حياة المريض.